الآن يشرفنا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. يوم تاريخي يا أستاذ أشرف. كل تأكيد الصورة أبلغ من الحديث والكلام، ما شاهدناه اليوم شيء أعتقد أنه يحمل إشارات إيجابية وكثير من التفاؤل للمصريين أن رب العائلة والرئيس جمهورية عيسى فتاح السيسي لديه من القوة والعزيمة في هذه الزيارة على أن يبث روح الأمل وإشارات التفاؤل لدى قلوب المصريين عموما وليس في أسوان فقط. هذه الزيارة تحمل رسائل إيجابية للغاية تصب في خانة أن هناك اهتمام ومتابعة في التنفيذ ونزول الرئيس على أرض الواقع، وأعتقد أنها الأول مرة لزعيم مصري أن يشارك أهل أسوان عندما يتعرض إلى أحد نكبات السيول، وهي أمر يعود لأمور طبيعية بسبب الأحوال الجوية والمناخية، لكن أن يشارك الرئيس ويقول في قرى غرب أسوان اليوم ويجلس مع الأهالي ويعقد نوع من الحوار الممتد والاطلاع على مشاكل وأمهات الأزمات التي واجهها هذا المجتمع ويأمر بتوفير استحقاقات الحل. وأعتقد أنه هذا الأمر يعيد للمصريين كثير من الرحابة وكثير من السرور أن هناك دولة ورئيس دولة وأن هناك متابعة للتنفيذ الدقيق والأمين من أجل رفعة شأن المواطن المصري، وأن برنامج حياة كريمة سيغير وجه الحياة ليس فقط في قرى أسوان لكن أعتقد في كل إن شاء الله إن شاء الله القادمة. لما لديه من رسائل إيجابية ترسل على الطبيعة كثير من إشارات الطمأنينة والسعة والسعادة في عقول وقلوب المصريين. وأعتقد الزيارة اليوم وهذه الصور التي شفناها الآن ونشاهده طولة اليوم أعتقد أنه أمر إيجابي للغاية ويلعب دورا كبيرا في تغيير معادلة التنمية في ريف مصر. وأعتقد أسوان هي صورة من صور هذا النجاح، هذه الزيارة للرئيس السيسي وهذه الجولة وهذا اللقاء مع أهالي وأسر أبناء أسوان في مناطق غرب وقرى أسوان. أعتقد الصورة لعبت دورا كبيرا في إرسال رسائل بالغة للمصريين اليوم. أستاذ أشرف، الشق الإنساني هنا دائما ما يكون له أثر إيجابي جدا في نفوس المواطنين المصريين، وجود الرئيس السيسي بنفسه وتفقد أحوال الأهالي في هذه القرى كيف ينعكس على وضعهم، ينعكس أيضا على تقبلهم لكل الأوضاع وكل الأمور التي تعرضوا لها خلال أزمة السيول، وأيضا ينعكس على مسألة المنازل التي سينتقلون إليها وفرحتهم بها؟ عطفا على كلام حضرتك اعتقد اننا يجب ان ننزل بمنظور اشمل واوسع. اعتقد المنظور الاوسع ان ما حدث في اسوان اعتقد انه في عقل وقلب صانع القرار في مصر، انه عندما اطلق حياه كريمه كان يريد احداث تنميه مستدامه شامله في حركيه وايضا منهجيه من اجل رفع شان الحياه الكريمه والانسانيه للمواطن المصري. واعتقد هذه الزياره اليوم ولقائه باهل اسوان واسر اسوان ارسلت رسائل انسانيه بالغه الاهميه تحمل كثير من مشاعر الدفء والحنان من قبل رئيس الجمهوريه ورب الاسره المصريه بانه يتابع وانه امر بتنفيذ مجموعه من المشروعات العاجله الخاصه ب 500 منزل للاسر المتضرره وانشاء مجموعه من خدمات البنيه التحتيه تتعلق بالطرق والمدارس ووحده البريد وايضا الوحدات الصحية، وأن يتم إدراج هذه القرى ضمن برنامج حياة كريمة وسكن كريم. أعتقد أن هذا يحمل إشارة إيجابية للغاية أن كل ما يحدث ليس في أسوان لكن في قرى مصر هو موضع النظر والتخطيط والمتابعة اللطيفة والدقيقة من عبر برنامج تنموي طموح سيغير صورة مصر على الأقل في الثلاث سنوات القادمة، خاصة أن هذا البرنامج تم ورصد له ما يبالغ 700 مليار جنيه مصري. واعتقد ان هذا رقم كبير للغايه يحمل دلالات واشارات ان هناك تغير حقيقي وجوهري على ارض الواقع وليس مجرد رصد الارقام او على الاقل ما يعرف بامكانيات خطط على الورق. اعتقد الصوره الان حقيقيه على ارض الواقع بزيارات ومباني ومتابعات لطيفه ودقيقه وتنفيذ امين. اعتقد انه بيرسل صوره لكل عقول وقلوب المصريين ليس فقط في اسوان، في كل مناطق صعيد مصر، في كل مناطق الوجه البحري، وان هناك مخطط تنموي شامل طموح سيغير كثير من اوجه ومسارات الحياه الانسانيه والاجتماعيه والصحيه وحتى التعليميه للمواطن المصري في القرى وفي المدن. وهذا ينبع من فكر قياده حريصه على تولاد الكثير من المشاعر الايجابيه وتوفير استحقاقات النجاح لكل أسر والمجتمعات المصرية على السواء، خاصة أن تجربة أسوان اليوم أعتقد تحمل كثير من الدلالات. صحيح. المشروعات التي سوف يتم تنفيذها في أسوان وفي قرى غرب أسوان ومن قرى الشهامة تحمل رسائل لأهل الصعيد في المرحلة القادمة أن التركيز من قبل الدولة على مناطق الصعيد لتوفير حياة آدمية ناجحة مستدامة من حيث توفير الإمكانيات
والبنى التحتية لتغيير وجه الصعيد المهمل منذ أكثر من 50 عاما. وأعتقد حجم الأموال المرصودة والمتابعة من قبل الحكومة وتعليمات رئيس الجمهورية تصب في خانة أن هناك واقع ومستقبل قادم للصعيد دون شك. إشارات كثير من التفاؤل الإيجابية تصب في خانة رفع شأن المواطن وتوفير حياة صحيح. كريمة ونجاحات على أرض الواقع سيكون لديها مرصودات إيجابية من حيث البنية التحتية، من حيث أيضا توفير فرص العمل، وكذلك نهضة تنموية لصعيد مهمل أكثر من 50 عاما وأكثر. إن شاء الله يا أستاذ أشرف. بدا لي وأنا أقرن بين زيارة الرئيس لأهلنا في أسوان في قرى محافظة أسوان وبين افتتاح الرئيس إن شاء الله وشيكا للحظة مجد هائلة يمكن لم يمر بها من قبله إلا فراعنة مصر العظام. بدا لي أنه في درس نفسي كمان بيقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفسه أولا ثم للجميع. لحظة المجد هذه قد تغري بالزهو والغرور وإن أنا عظيم إلى آخره، سأستبقها بأن أشرب الشاي في بيت أهلي اللي أنا بخدمهم المصريين البسطاء في قرية من قرى أسوان. بدأ لي هذا درسا نفسيا أيضا أستاذ أشرف. بالفعل درس نفسي واجتماعي. الصورة التي يتم إذاعتها الآن أو نشرها الآن وموجود في المواقع وكل المواقع سواء في الداخل أو الخارج في نفس اليوم، وحالة الحميمية والتلاقي والتقارب في المشاعر والحوار والذي جرى بين الرئيس والأسرة المصرية والاطلاع على شؤون المواطن المصري في غرب أسوان قرى أسوان، أعتقد أنها تحمل كثير من الدلالات الرمزية والسياسية والاجتماعية والصحية وحتى في المقام الأول الاجتماعية والإنسانية للمواطن المصري. عندما يعقد الرئيس هذه الجلسة في أحد الفضاءات المفتوحة مع أسر وأهالي ونساء ورجال وشباب وأطفال قرى الشهامة وغيرها من قرى غرب أسوان، اعتقد انها لعبت دورا كبيرا في اسلاك قلوب هؤلاء انهم ليسوا وحدهم، ليسوا مطروقين لمهب الريح، لكن هناك دوله ورئيس وقائد يشارك وايضا يلعب دورا كبيرا في تخفيف كثير من الالام عن ظهورهم من اجل توفير الحياه الانسانيه الكريمه وتثبيت كافه مؤسسات الدوله لتلعب دورا كبيرا في العمل الحقوقي صحيح ودائب وحركيه ومنهجيه من اجل تغيير هذا الواقع المهمل منذ سنوات وعقود طويله. واعتقد ان هذا الامر سينسحب على كثير من مناطق اسوان ومناطق الصعيد في المرحله القادمه، لان هناك بوصله استراتيجيه وتنمويه من قبل الرئيس لدفع وضخ دماء التنميه في شرايين الصعيد وفي اسوان في المرحله القادمه. وهذا الامر ايضا بتزامن اليوم مع احتفاليه كبرى في الاقصر ويؤكد عظمه الدوله المصريه من حيث البناء والقدره على التنفيذ والبناء والتخطيط، وفي نفس الوقت ايضا تحويل مسار الحياه في مصر، لان هذه اللحظه تعيشها الدولة من حيث الإنجازات والنجاحات غيرت الواقع ليس فقط في مصر أو في الشرق الأوسط، حتى بتقارير وتقديرات المؤسسات الدولية التي وضعت هذا الوطن وهذا البلد مصر في مرتبة عليا من حيث الكفاءة والإنجاز والتنفيذ بهذه السرعة المتعددة من حيث مشروعات عملاقة غيرت صحيح القول وجه الحياة في مصر. وأعتقد أننا نعيش الآن لدى المصريين جميعا في حاله من الاندهاش على حجم الانجاز بهذه السرعه وهذا المعدل في مناطق متقاربه ومختلفه بكل انحاء مصر، وان هذا الامر من شانه ان يلعب دورا كبيرا في ولاده دوله عصريه لها شان ولها كيان وتحظى بكثير من اوراق الحضور في المستوى الاقتصادي دون شك، وتعمل لرفع مستوى الافقر وتعمل ايضا لتطوير الاكثر ثراء وعظمه طريق الكباش. سيدي شكرا جزيلا لك الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام.